الساعات الاشتراكات الجامعة هذا الحاج توريكم معايا جاي في الطريق جبتو معايا جايك نسمع الرئيس قال يبدا راه تاش غادي يعيطوا لك انا راه نعطيهم ضو كله ديال الكليراز ديال السوق نعطيه ليه غادي يبقى لينا غير ديال الاستهلاك الشخصي غيمشي معايا واحد شو بلاتي خليني غيمشي معايا رئيس الجمعية ونمشي نروح لك على المدير ديال الرئيس اللي كاين دابا ونجلسوا مع الارض باش تشتري تكون صغير ما يكونش فيه واحد 50% ما تخلصوش كل شيء هذا تاع الضوء شي ما كانوا ولادين ها انا كاين كاع الضوء ولا والو كاع فهاد كل شيء ها الشركه اللي كتسد هنا اخر وقعت مهندس الشركه ديال المبيعات كلشي ديال عربي شهر ديال 10 شهور هذا الشيء الضوء ما كاينش الضوء ما كاينش نعاود ثاني حتى التقييم ديال شحال نتوما شحال تسقم على هذا 4000 800 بريكي كامل بالضروري 4000 800 بريكي انا جيب عليك سالي جيب عليك شحال غادي يبقى غادي في المعلم المعلم 4000 800 بريكي هذاك بلا حديد ديالها بلا كاير باش دوزو كل شيء كل شيء غادي دار السوق سيرو ديرو الدراسه ديالكم بالضبط شحال ديال البريك شحال السيمه وشنو هو العيد راك المعلم بغيتي يصيفط لكم 15 ونصيفط لكم شوف شحال يتقام عليك هادشي هادي القضية سهلة الخيبة هي اللي صعيبة هي اللي بالقانون على الناس اللي مسؤول عليهم السياحية والسياحة الطريق دابا الطريق اللي تبغى جاو هادو حلوا علينا هنا بغاو يديروا سناكات قال لك غيديروا الجامع هو جامع كاين وصل للسوق وراه جامع في الطلعة هو جامع في الطلعة هنا جاو هنايا حلوا هنا يديروا قهوه والجامع كيديروا لي بيبان هنا وحبسوا لينا تاتشو واحد الحاجه ديروا لينا وصلنا تبعتوا صحاب ما عندوش رخصه ما عندوش خطر ما يعرفوا هذا اضعف الايمان بهذا الباب ما خصوش يجي في الجنب خصو يجي الوسط باش يعطي واحد راه ولا السوق ما خلوناش باش تشوفوا تكون زوينه السوق دابا شوف حيدوا واحد المشكل كبير البالوات هو الاول حيدوا هو الاول وهذا ديال الضوء انا عارف كل مشكل الله يرحم لك الوالد غنديروا لقاء مع رئيس ديال الجماعه ونسمع على الله راجل طيب تقول لكم بان خلينا النظر على واحد فينا حزب لا العلاقه معنا مزيانه صراحه ما تقول في عزنا مع مزيانه الله يرحمها بعد غادي نجلسوا مع الارض وعندنا الاخوان ديالنا النواب النواب ديال الرئيس راه ديالنا حنايا راه كاين الشقوري وكاين التصويتي وكاين الاخر رئيس ديال الجماليه هذا هو الفلوس وهذا فهمتي ولا لا غادي نجلسوا الارض وغادي نجلس مع الرئيس ندير واحد الاجتماع معنا نعرفوا معاه باش يفكوا لنا المشكل ديال الكليراج الداخل ديال الكابلاج يبدلوا هذه باش نخرجوا المشاكل اما بالنسبه لما غنديروا لكم غنمشيو نسد واحد الماكاتو واحد خمس شغلوك جاتك 30 درهم خلصها جاتك 40 درهم خلصها جاتك 50 درهم خلصها انا بديت نعطيها دابا ساعه هذه انا دابا دوك فوق هذيك ماشي في الدار دابا دابا ساعه ايش واحد عندنا واحد القطاع تاع السينما عندهم واحد شويه تاع السينما بغاو يقادزوا البنيه التحتيه ديالهم مشيت في دابا وشتي هادو دابا الاس في هذا راه باش ما عرفوش هو ديما مساك الطاري لي فهاد الحاله الاس في باش ما عرفوش ساعه الراي بالحوت كيجي واحد من برا هنا كيجي خاصو ياكل الحوت يعني خاصو يمشي لواحد السوق لا موليزي اللي تقدم منه حويجات. إدارة مش كبير ولا هالشيء. ما تعرفوش. غدا سي سي بغا يوقف عليه والتليفون
ما يتفرج عليكم تيقال لكم في الشغل ان شاء الله. ما يتفرجش عليكم ان شاء الله. تيقال لكم مرخصة تداروا الداخل ومرخصة تبقى على برا. هذا سهل نشوفوا هذا حق ديالكم. هذا كيما نمشي هذو لا الاولى عيط سلام وتلاقاتوا ان شاء الله. ان شاء الله. حنا غادي نديروا اليوم نتصل بيه نتصل بيه غادي بسم الله الرحمن الرحيم. بطلب من السيد الرئيس الفيدرالية ديال الأسواق النموذجية اللي كاينة بمدينة آسفي، قمنا بواحد الزيارة للسوق ديال مفتاح الخير والسوق ديال القرص، وشنا المعاناة اللي كانوا جميع التجار هنايا، لأن معاناة كبيرة في غياب فيها شاشة البنية التحتية ديال هاد الأسواق، وكيبان لي عندهم مشاكل بزاف، لأن ماشي هي مشاكل قليلة، مشاكل ديال الإنارة، مشاكل ديال لاسينيسمو، مشاكل ديال التجهيزات. شنا المشاكل اللي عندهم وان شاء الله راه غادي نتعاونوا معاهم ونوقفوا معاهم باش يحلوا هذه المشاكل، ونشوفوا حتى الناس اللي هما المسؤوله باش يحاولوا يبقاو يديروا السويفي لهذه الاسواق، لان هذه الاسواق الا بقات غاديه بهذه الطريقه راه ما يبقاو ما يهزوا فيها. اغلبيه ديال الناس انسحبوا من هذه الاسواق لان تيشوف راسهم جالس واحد واحد المكان اللي هو خالي من التجهيزات. اذا فاحنا راه غادي نعازمين ما شاء الله غادي نوقفوا مع هاد الناس ونحلوا لهم هاد المشاكل، ونتمنوا من الله التوفيق والجميع. السلام عليكم، معكم جمال المزاخ رئيس فيدرالية سوق البركه. احنا كانوا عندنا مشاكل من نهار دخلنا للسوق، وحنا تعاوننا مع بعضياتنا كفيدرالية وكمستفيدين. ما عمر شي واحد جا عندنا للسوق باش يجي يسولنا المشاكل تاع الضوء، المشاكل تاع النظافه، المشاكل ديال ثلاث استخلاصات الداخليه ديال المستفيدين. الناس ما شويه مضررين، ما عندهمش باش يخلصوا مسائل ديالهم، وتا السكيورتي عندنا ما بقاوش كيتخلصوا داك الخلاص اللي ولينا كنتعاونوا غير من البارك كنتعاونوا به على الناس المستفيدين. وكنشكروا السي الحداوي على هاد الزياره اللي دار اللي جا عندنا فيها السوق ديال البركه، على اساس باش يتعاون معنا ويكون واسط ما بيننا وما بين المسؤولين باش ينمو لينا شي حويجات بحال النظافه. حنا راه كنعانوا بها عامين ونص دابا النظافه، راه عندنا فيديوهات لان تنشرنا هاد الفيديوهات هادي، راه هاد الشركه اللي واقفه على النظافه غيكونوا عندها مشاكل، وعندنا مشاكل داخل السوق لا من الضوء ولا من بزاف تاع الحوايج، وعمرنا وقفنا على شي شخص ولا شي حاجه. ونتمنوا من الله الخير، واللي فيه الخير الله يجيبها. عليكم ورحمه الله. معكم الراعي وادي منير ابن مدينه آسفي، أمين المال ديال جمعية سوق القرب للتجار والحرفيين. والحمد لله اليوم تشرفنا بواحد الزيارة ديال الأخ السي محمد الحداوي، وكنشكروه من هذا المنبر هذا، لأن حنا عطيناه شي مطالب وشي إصلاحات ديال السوق وكذا، وقال لنا يكون خير. كنشكروه بزاف لأنه رجل ديال الحوار، تحاور معنا ودار معنا عين معنا السوق والمشاكل ديال السوق، لأن السوق لأن جمعية باقي يلاه بادية وما عندهاش بزاف، عندها بزاف تاع الاكراهات، من بينهم الناس كامله هاجرت الاماكن ديالها وخرجت للعشوائي. وحنا تنتمناو من الله بهاد الناس مسؤولين يشوفوا فينا ويشوفوا في حاله الجمعيه هذه وحاله السوق هذه، هاد المبادره للتنميه الوطنيه، باش يكون شي اصلاح للمدينه مزيانه ويكون واحد النظره جميله للمنطقه للمدينه ديالنا. وهذا واحد الميساج بغيت نوصلو لجميع الاخوان. كنطلب من الاخوان كاملين اللي مستافدين في هذا السوق النموذجي يلتحقوا بالاماكن ديالهم باش هذا السوق يزيد في واحد التطور اللي هو كبير، ويكون نظره جميله للمدينه الحاضره المحيط. اللي قال لك غير على حاضره المحيط كنتمنوا ليه. وكنشكروا السي الحداوي على هذه الزياره اللي قام بها اليوم.